نحكي لك وش راه صاري. سقسيني البارح كيفاش بدا. ماما ما زلنا في حكاية الزواج هذه، كل يوم زواج زواج زواج. خلاص خلينا، وقيلا أمنتوني بلي راح نتزوج. ليكيب اون بو كومونسي. سبحان الله، رفيق انسان صغير وجاي للدنيا ما غروش لي بابي وما قبلش يتزوج بيا. وامي بالقاسم انسان مزوج بولادو ونواني الحلال. انا ما فهمتش اسكو هذه حيله ولا نيه. نخليوكم نتوما تحكموا بيان سور فلاشين يوتيوب اي لا باج فيسبوك كاع نديرو كاميرا كاش. كل مره وين رايحين شق ربط العينو هبطين لو ما زلنا واقفين. سلام. الو وي ماما سافا. ماما نسقسي فيك على لا جورني تي تقولي لي زواج زواج. ما زلنا ماما خلاص راني نخدم بعد نعاود لك. انا والله غير هاد الخدمه درتها غير زياده. انا جيت من فرنسا يا الحاج، كنت لاباس عليا نقرا نخدم. انا مي بارون جابوني قالوا لي لازم تتزوجي باش تروحي. انت شحال في عمرك خويا؟ نعم نعم 25. الله يبارك. انا بخس كيف كيف. انا 23. الله يبارك. الله يبارك فيك. مش مزوج انت؟ لا لا. و جوسكا مانو ما زوجتيش؟ مازال ما تزوجتش. والديك اللي راهو معجبك بالزواج؟ ايه. اسمعي جزائري خير ملي تروح لي فرونسي. ما جامي جاتك في راسك هكذا تروح لي تخونجي ولا؟ كانت في بالي بزاف السيجي هذا، كان بزاف يدور في راسي. بالك ما جاتكش في راسك باسكو ما كانتش باينت لك طريق هكا مسقمة بصحة. كي تلقى هكذا زعما وحدة كيما أنا عندها دارها و ما خصها والو، واش تقول زعما واش رايك؟ يا اختو شغل كيما راني فاهم فيك شغل باش تروح ليك و الله غير بزاف بزاف ماشي مليح. انت راك فيك الخير، انت على بالك بلي فيك الخير ولا ما كون مره اخرى ما تقدرش تقول لك انا شوف لي. وعندك الحق بعقلك حتى تشوفي نفس المومنه. والله وني قالك انا لهنا انت بصح ما تقدريش تجي لنا لهي وتزوجي في ستيف، لازم تجيبيه لهنا. لا غير عجبتني ارتحت لك سبقتني نحكي لك هكا. الله يسترك بارك الله فيك. فيك بركه. ايش يا اختو خلاص مالا واش يعطل. صافي لا ما عجبتكش بالك ما عجبتكش. لا لا ما خسر عليك اختو ماشي هكذا. وشنو مالا شنو دير لافير وفي طاكسي مقلع. لازم تشوف لك الحاجات اللي تملى لك عينك. قال مثلا انسان عقل نظيف كون نصيبوه كيما نقولوا حنايا لا طاي ولبها و... ايه ماشي هذيك والله غير والله غير حنا كون نصيبوه. اه الا انت راك مرتاح لي الا عجبتك يماك على الراس والعين. بارك الله فيك. هذه هي فيك بركه اللي جميع صح. عباك وشنو حنا برك في لافامي عندنا مشكل واحد. المراه هي اللي تخدم. المرأة هي اللي تخدم. المرأة هي اللي تخدم. الراجل ما يخرج. هذه شوية عيانة. لا لا اختي. علاش ما فيها والو؟ ايه والراجل ما يخدم ثاني. لا. سما هكاك تيجي تخطبيني. تعاونك مع على بال نجي نخطب، معليش نجي نخطب وراه المشكل. او. كاش كاع مشكل. خلاص ما كاش مشكل. انت ما مزوج عندك دراري؟ والله غير عندي وعندي والله غير عندي طفله متالي غير نديرك في عيني. هذه كلمه شوفي انا عندي زواج شوفي نزيد نقول لك كلمه يعني كون ما هدرتيهاش والله ماني رايح نهدرها. والله العظيم يا اخي ربي والمكتوب راه لقانا ربي. والله انا ما يعني كيما نقولوا ما اذيتها وما اذاتني والله غير حتى نزوجت صدق. والله ما نتكيف والله ما نشم. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي فوقلك والله والله راني مدير ثلاث عمرات. الله يبارك. وفي رمضان. الله يبارك ما شاء الله. قولي قولي راك قابل ولا لا؟ لا. وشنو اني قابل؟ اسكو راك راضي نتزوجوا ولا لا؟ لا. يسميهم غير كي نروح تحطيني في الدار نغسل و كواني كتب ربي ونجيبك دوزيام. شتي انا ثاني واش راني صاري؟ نجيبك دوزيام فام ومن بعد تولي انني شايفها تولي سارتا مومو
تولي تقولي لي يا خويا تقولي لي مثلا يا زوجي ماذا بك نتفارقوا بالتي هي احسن، وسمحيني وانا لجهدت روحي نفسي معاك مثلا وحبيتك راني ما نقدرش نبدلك، وانت ما تستغليليش الفرصه هذيك تاع بلي انا حبيتك مثلا ان اكزامبل نحبك وغدوه نديرك فوق عينيا وما لا فامي يسمعوا وانا ما ندرك والو ان اكزامبل، وغدوه انت جاتكش ما جات في راسك، هذه دنيا وحده صحاباتك وحده هذه دنيا خينا هضروا كاريمو. توليتي تقولي لي يا خويا انا نو انا ما شتيهاش هذيك، قعد في الدار وتغسل في بارتي دو لا في تاعنا اللي راح نعيشوها انا وياك. هذا ما كان بعد كاين حاجه وحده اخرين يا باك سا. انا والله يا اختي سمع نصارحك يعني شغل نورمال قادر نهبط وكدا ونروح ومن بعد شغل نتجوزها غير في مسخيره، وانما والله ما نقدر نعيش هكذا نكذب عليك. علاش ما تقدرش تعيش؟ نحملش. انا ما انا ما بول مومون والله ما نقدر نعطي لك حتى نشوف ظروفي قبل ما نكذبش. معليش شوف ظروفك بصح تعطي لي النيميرو تليفون. لا لا شوفي حبسي انا ما نكذبش عليك، بان نعطيك التليفون ونظل مهرجك ما تهرجيني ونهرجك. شوفي انت تخدمي لالين هذه ونعطيك ثاني وعد ثم تعرفيني بلي عنده وعدي ولا مانيش عنده وعدي. لا لا انا مدابيه تليفون باش نتفاهموا، ما نعيط لك بزاف ما نكسر لك راسك حتى تعيط لي نتايا. 06 62 لازمني انا نخبر المراه لازمني. اه تقولها تقول لها نورمال نقول لها انا ندير عليها درقه. لا 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 معليش تقولها خير ما انا مدا بيا نكون انا باش انا باش ندير دوزيام فام والمراه الاولى ندرق عليها ما كاينش منها. تحبوش قا ما تحبش تتكسل هكا في الدار تقعد وانا نخدم نجي حشيات وتجد لي برك العشاء. ومن اللي ويلو كان جات هكذا لو كان يتكلت ثانيك على الشيخ ولا على جوز وانا مريح في الدار. خلاصك حبيت شقيك كل يوم مسح لي السما من الفوق للتحت لافايونس تغسلها بيان تغسل حالات شعرها وشقا. شقيني كي نخرج نخدم. شوفي انا ندير لك دو شونس، كاين واحد ثاني واحد ثاني هذا في حال ما نبغيتش مثلا يا اخي مكتوب ربي هاني صارح فيك بالصراحه ما نكذبش عليك. ماشي قال مشيت معاك دوك قداها بومومو وشفتي عقليتي وكذبت. لا 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 انا كي نمشي معاك ونصادقك خلاص معليش شوف نقول لك واش نديرو ان شاء الله. النيميرو ما تقدرش تعطيه لي نجيك للقهوه غدوه وين تلاقينا دوكا. فوالا انا كل ميركوردي راني تما. صح ما قلتليش ما قلتليش انا وقتاش تو ديسيد هكا تقولي ايه راني راضي باسكو انا دير في بالك بلي ندير الحجاب. قلت لي ديري حجاب ندير حجاب على جالك ما كاش مشكل ندير زوج. بصح سمحي لي نقول لك انا راني راضي والداخل مانيش راضي باش نروح. يعني فهمتك باش نروح انايا لفرنسا ونريح في الدار نخدم ما ماشي فرنسا. صح انت قلت لي حجاب انا قلت لك ندير حجاب نورمال. على بالي على بالي بصح انا ما نكذبش عليك انا تال ما ارتحت لك انا ما نديرش دركا نروح قبال لاميري. والله العظيم يا اخي ورقه وخلاص هي الصح باش انا نبدا ندير لي ديماخش تاعي لهي من مرتك ساهل في نص نهار عشية تقنعها. جامي جامي هاكي سير برا. انا هكذا عندي اني عايش مدلول نريح في الدار نغسل نطيب كدا ونربي ولادي ايا والمراه تخدم راي مع لي زامي وراي مع كدا وسما تولي تدخلي لي في الليل انا ما نهضرش معاك و... راك راضي نتايا فيها والو نروحوا لاميري نفريوها نبزنا ما فريناهاش. انا قلت لك حتى انا حتى ندي لافي تاع المراه ماشي لازم نعقدوا لازم تقول لي كلمه تعطيني كلمه. والله ما نكذب عليك يا اختونا والله ما نقدر نعيش معيشه هكذا. نتلاقاو ليا اني دايما ثم خدام فهمتي ونشرب قهوتي ثم ريستورون. خلاص نجيك القهوه كيما رفتك طري بيان. خلاص ما كلام ماشي بينا. والله غير تحكمي والله غير تحكمي عظمت ربي. ها شوفي با تعرفيني والله غير خدامه والله غير تحكميهم انا عظمتك والله غير تولي راجلي. لا ماشي بينا والله غير تحكميهم. قلت لك زعماك حاب تزوج بيا وراك راح تخلصني يا اخي ماشي بيناتنا درام. لا 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 ما جاتش في هذه اختو وشنو ما زيك تقول لي اختو. اي واش راح نقول لك دوك هذه متربيه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله غير على شغل حسيت باللي حاجة انورمال. بارك الله فيك فرنسا. واخدمي وبربي إن شاء الله نتلاقاو. إن شاء الله.
صحافة صحاف طوركم وصحة رمضانكم وختنا تاع فرنسا بارك الله فيك. صحاف طوركم صحة رمضانكم وتبارك الله فيكم. الخدمة ليل ونهار ما زال كاين الاسبار مع النتيجة راحت فيه. اللي شاف الحلقة تاع البارح راح يفهم شكون هو الانفيتي تاعنا تاع اليوم. تفضل عمو حسين. مرحبا بك. لك الفاطمة بارك الله فيك. ما تخافش ما راناش في تاكسي. ما نخافش ما تكسيش راسك. عمو حسين قول لي شحال يدير اللورو؟ اللورو سي اونسيان بور نو. حنايا نستعملو بزاف الدولار امريكان باسكو اون ا بوكو فواياجي فيغ لو موند. الدنيا كاع دولار. هنا وهنا اللورو هذا شغل تبحرنا شوية معاكم. بصح أنا مازال ما فهمت. كيفاش؟ أنا دومونديت لك اللورو قلت لي الدولار. احنا الدولار. أنا اللورو هذا والله ما انت. معليش نروحو نشوفو كيلكو زيكسخي. وي شنو حدير في السكوار؟ بدا اللورو واقيلا وغالية. الله غير شابة الجزائر يا حبيبنا. شحال هو يدير؟ وي اخو ديري كاراتي واقيلا اختي العزيزة. علاش واش تشوف فيا؟ اسمع والله غير قادر روحك. هذا نقصرو الضحك. الله دوك طلعت نديرو كاراتي. رايح للسكوار يقول لك انا من الحيدرة. بحيدرة رايح للسكوار رايح ناتشكو. لا طلعي في البابور سيبي عمك حسين في بابور. ما تكيش راسك. خي اخي. واش بيا خي؟ انا عندك الحيدر اخويا حبيت تروح الحيدر عندك الحيدر. هذا ربي يحفظك انا هذا ضربه كاع دوكا ولا بالعقل بالعقل. اوه تخرجي لها معقلنا ولا اوه يا قاري يا زير هاي شحال نعطيك شيخ؟ اذا نعيط في التليفون شحال تعطيني؟ ياه انا درت بك كاع من هنا اعطيني 2000 دينار. 2000 دينار نعطيك 400,000. ابزار رحم بابك ما تنسى الله غير باك انا مقلق انا حنصوتي باك نرمي راسي فوق الماء كاع والله العظيم. مو حسين فهمني برك واش معناتها هذه نرمي راسي في الماء؟ ياك سكنتي لي في راسي سكنتي لي في مخي ياك شغل قرلوسك لك في راسك تي بوا شنو هذا طاكسي من اللور ما طلعش من القدام ديك 200,000 شي با انكرويابل. اصلا كون قلقتك انكرويابل سي فوق انكرويابل كاع على بيها وصلت وين حليت الباب وانا نصور وطوموبيل مشيت ماني في الكونتور نخرج لك من الطوا والله العظيم. عندك فيسبوك عمو حسين؟ كاين فيسبوك كاين ايمو كاين فايبر كاين شو كاين كلش. ابا صافي بليزير بعد المونوبريات تصيب تصور ديالي بوات في كولا قفره يعطيتو باطو اسمه راه يتبعنا بيان سور جو سوي اجو قلاب وانتوما تاني تبعونا فلاشين يوتيوب اي لاباج فيسبوك كاع نديرو كاميرا كاشي.